الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة. الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي باتجاه الشمال. الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي باتجاه الشمال 26/1/2016. الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران الحرب الروسي في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي 26/1/2016. طبعا طائرتان حربيتان، هذه الطائرة الأولى وهذه الطائرة الثانية. هذه الطائرة الثانية، إذن هذه الطائرة الثانية وهذه هي الطائرة الأولى. هذه هي الطائرة الأولى، طائرتان حربيتان روسيتان في أجواء مدينة اللطامنة باتجاه الشمال، باتجاه الشمال الشرقي 26/1/2016. حربيتان روسيتان بالأجواء، طبعا الحربيتان قطعتا أجواء ريف حماة الشمالي ودخلتا في أجواء الريف أدلب الجنوبي، تقريبا دخلتا بأجواء الخان.